وأصل كلمة الكفر في اللغة مأخوذ من مادة كفر التي تدل على التغطية والستر، ومنه أطلق العرب على الليل أنه كافر لأنه يغطي الأشخاص بظلامه، والبحر أنه كافر لأنه يغطي ما تحته من حيوانات البحر. ومنه أطلق القرآن الكريم على الزارع كافر، قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الزراع، وذلك لأن الزرع لا يعجب الكفار الكافرين بالله، وإنما يعجب الزراع فهم أهل الصنعة، ولا يعجب بصنعته إلا الصانع الماهر، فلا علاقة بين الزرع والكفار، وذلك لأن الزرع يعجب الكفار والمؤمنين. فمن فسر الآية بأن المقصود يعجب الكفار أي الذين كفروا بالله فكلامه غير صحيح، لا تسانده اللغة ولا تساعده، إنما الكفار الزراع الذين كفروا الحب في الأرض أي غطوه، أي غطوه. لذلك تجد أن الفلاح أو الزارع يقف على باب أرضه وقد اشتد الزرع ويتمعن في الزرع يمينا وشمالا ويهز رأسه بأن زرعه قد أفلح ونجح، يقول الحمد لله، أصحنا تعبنا، ولا يرد الفضل إلى الله أبدا. لكن هذه الكلمة إذا أطلقت على الزارع في القرآن لا ينبغي أن تطلقها عليه عرفا، فلا يجوز لرجل أن يمر على فلاح يزرع في أرضه ويقول له: سلام عليك أيها الكافر، تكفر محترم، وإلا لسحب السلاح الأبيض ولانهارت فيها دماء، سفكت دماء وانتهبت أموال. فقد تكون الكلمة صحيحة من حيث اللغة ومن حيث العرف ترفض. وكم من الكلمات التي لو قيلت لوقع الناس في خصام ونزاع وأصلها في لغة العرب لا شيء فيها. When will I wake up?